ولذا طالبان عليها قبل كل شيء أن يجمع شملها، تجمع شملها في داخل أفغانستان مع جميع الفئات، سيما بالنسبة أهل السنة والجماعة. وأنا لو تسمح لي أشير في نقطة واحدة، الآن قتل هناك عالم سني بارز مولانا متوكل أبو عبيد متوكل من علماء أهل السنة السلفيين في أفغانستان. أنا خاطبت زعماء طالبان، كيف حكومتكم بدأت بقتل سني؟ نحن نعرف أن هناك جماعة صوفية متطرفة مع طالبان، ولكن طالبان تبرأت من هذا القتل. طالبان قال نحن سنبحث عن قتلة الشيخ أبو عبيد المتوكل. لكن لو كان المشكلة فقط هنا، أغلقت بعض المدارس الدينية السنية غير المقلدة، وهذه نقطة حساسة في أفغانستان، لأن داعش الخوارج بإجرامها وبقتلها تستعمل أدبيات السلفية، أدبيات غير المقلدين. نعم. والآن طالبان ربما لا تستوعب، لا تفرق بين أدبيات السلفية المعتدلة السنية ولكن غير مقلدة لمذهب معين. وهذا خط أحمر في بالنسبة للعجم، عدم التقليد بالنسبة لمدارس الديوبندية، هذا خط أحمر، وهذه مشكلة كبيرة. لكن مشكلة داخلية، مشكلة داخلية في الصف الإسلامي، أتراك عندهم نفس المشكلة، المذهبيون والطالبان ليس ببيت، حتى في ماليزيا المذهب الرسمي هو مذهب الشافعي، غيره ممنوع. طيب.